الميديا، ولا حنروح عن يمكن فريق أخذ انتشار كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشار وصدى كتير حلو زينب، وإنجازات كتير مميزة. وأكيد اليوم رح نحكي عن فريق شباب سوري مميز جمعوا هدف واحد، تقديم معلومات وخبرات للناس بأبسط الطرق، وبالتالي نقل صورة جميلة عن الكليات الطبية والمشافي في سوريا. عم نحكي أكيد عن فريق سماعة حكيم اللي أطلق تطبيقه ب9 نيسان، رح يحتفل طبعاً بمرور سنة على إطلاقه. وهالتطبيق فرح ساعد أي مشترك فيه من التحقق من الأعراض المرضية اللي ممكن يحس فيها لأي مرض، وبناء على التقييمات الصحية من الأطباء الموجودين ضمن سماعة حكيم، بالإضافة لميزات كثيرة. اليوم بدنا نعرف أكثر عن هالتطبيق، الخدمات، عن فريق سماعة حكيم بالتفصيل. لكن معنا أكيد دكتور مصطفى عبسي المسؤول الطبي لتطبيق سماعة حكيم، وفيروز داوود المسؤولة التسويقية لتطبيق سماعة حكيم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أول شيء كل عام وأنتم بخير، يعني سنة من العمل وسنة من النجاح، يعطيكم ألف عافية. خلينا نبدأ بالبداية بفكرة سماعة حكيم، كيف انطلقت هاي الفكرة؟ تفضل دكتور. الحقيقة نحن كانت الفكرة من يعني هلا العالم كله يتجه لتمثيل القطاعات كلها على المنصات الالكترونيه. القطاع الطبي له كثير خصوصيه كبيره بهذا الموضوع، وخاصه بعد انتشار جائحه كورونا، موضوع التمثيل الطبي للاستشارات الالكترونيه صارت اخذت صدى اكبر بكثير. حاليا يعني حول العالم صرنا نشوف اجتماعات اونلاين، صرنا نشوف فرص عمل، صرنا نشوف تدريس اونلاين. القطاع الطبي في له كثير ضروره كمان تمثيله على المنصه الالكترونيه، وخاصه هلا التوصيات العالميه بتخفيف من الاجتماع من التجمعات، خلينا نقول لحد كثير كبير. هي احد الافكار اللي نحن خلتنا نفكر بضروره وجود كمان تمثيل القطاع الطبي بشكل الكتروني عن طريق تطبيق سماعه حكيم. حقيقه في فكره ثانيه صغيره كمان خاصه شوي بمجتمعنا، اللي هي غياب ثقافه الطبيب العام. نحن عاده المريض اذا حس انه قلبه شوي تسرع بيقول لك انا بروح عن طبيب قلبيه، تمام. اذا حس انه بطنه وجعه بده يروح عن طبيب هضميه، او هو بيكون طبيب حاله لحاله بتصير، او بيستشير الجيران. او هلا نحن الحقيقه التطبيق عم يقدم خدمه توجيه المرضى حسب شكاياتهم، ومتابعة هي الشكايات بحال كانت بسيطة حتى متابعتها بشكل كامل إلكترونيا. نعم فيروز، بدنا نحكي عن الخدمات اللي بيقدمها هذا التطبيق، خاصة أنه هو انتشر بفترة قياسية وبظل ظروف كورونا. صح. وظروف اقتصادية، وحتى ظروف أنه عدم توعية بالشيء المتاح بالمواقع الطبية غير المعتمدة. فأدي هذا التطبيق كان جايب وقته والخدمات اللي عم يقدمها. بالحقيقة فعلا احنا بدينا بالتطبيق بداية لحتى نوضح للناس كيف بيقدروا يقدموا استشارة اونلاين. فاحنا اول شيء عملنا جروب على الفيسبوك اللي هو اسمه صحتك نعمة. هذا الجروب ساعدهم انهم يعرفوا انه انا كمريض اني قدران استشير الطبيب حتى لو عن بعد ما روح عنده على العيادة. فبدينا بهذه الفكرة بأول ما بلشت تقريبا الكورونا وفكرة الحظر. التطبيق كان وقتها انه في له جدولة معينة وتنظيم لحتى انه هو ينطلق بفترة تانية، بس وقت اللي فعلا اجت الكورونا وصار الوضع الصحي كتير متأزم، نحن اتخذنا القرار انه لا، نحن بدنا نقدم التطبيق بهذه الفترة. فبالتالي نحن اصدرنا ب9 نيسان 2020، وهلا يعني ان شاء الله نهار الجمعة بيصير له سنة. خدمات التطبيق هي بالحقيقة متعددة كتير، بس أهم شغلة فيها هي الاستشارات الطبية، عم بتكون عن طريق التكستينج، الاستشارات النصية. المريض بيبعت استشارته بعد ما يختار تخصص الدكتور، بتروح لعند الأدمنز اللي هنا الإداريين على الأبليكيشن. فيلي بيصير إنه الأدمن بيشوفوا إذا فعلاً هو اختار التخصص طريقة صحيحة، بتتم المتابعة بعدين ليوصل للطبيب المناسب. طبيب المختص هون بيصير في مثل محادثة بينه وبين المريض لحتى بالنهاية يوصل للخدمة النهائية، يعني وإن شاء الله يعني بيكون قدمنا له. بس استشارة مجانية؟ الاستشارة هي فعلاً فور فري، وبالإضافة إنه هو قدراني يضيف attachment، يعني بيقدر بيحط صور، أشعة، أي شيء لحتى الدكتور يعرف بالفعل إنه هذا المريض قد إيه عمره وحالته كلها. صحيح. نرجع للدكتور ونحكي عن الأطباء المشاركين بسماعة تحكيم، كيف بيتم انتقائهم اليوم؟ هل ممكن أنهم يخضعوا لاختبارات معينة، خاصة أنه شريحة كبيرة من الناس عم تتعامل معهم؟ هل يوجد أطباء بالخارج عم بيشاركوا بسماعة تحكيم؟ خلينا نعرف التفاصيل أكثر. الحقيقة لحد هذا الوقت معنا تقريبا 150 طبيب، عدد كتير كبير نعتبر، وحقيقة عم يكونوا
موجودين بعدة بلدان، في جزء منهم بسوريا، في عدد كبير حتى موجودين خارج القطر، في منهم موجودين دول عربية وفي دول أوروبية. الحقيقة هذا الشيء كمان عم يكون ميزة بالاستشارة الإلكترونية، عم تخلي يعني الخبرات المحلية خلينا نقول عم تساهم برفضها بخبرات كمان عالمية. طبعا الأطباء من اختصاصات مختلفة، كلهم مرخصين ومؤهلين لمزاولة المهنة. الشيء اللي عم نستفيد منه بالتطبيق احيانا في بعض الاستشارات بتكون متداخله، يعني بنلاقي حاله صحيه بالفعل تحتاج لراي عده اطباء. تمام. هذا الشيء على ارض الواقع ممكن يكون شوي في صعوبه، لو انا بدي اتواصل مع طبيب اول اخذ موعد، ارجع عند طبيب ثاني اخذ موعد، في اطباء بدها مواعيد بعيده يعني. كمان هذا تماما العامل الزمني كثير بيلعب دور. اللي عم يصير عن طريق تطبيق سماعة حكيم هذا الموضوع عم يكون بشكل أسلس بكتير، مثل ما بقول بكبسة زر. تمام. فأنا عم بحسن أخذ رأي عدة أطباء بالحالة الصحية اللي عندي، ويصير في هيك امتزاج للآراء الطبية إذا كانت بالفعل حالة متداخلة، وهذا الشيء عم يعطيني يعني أكيد التشخيص أفضل وعلاج أفضل. نعم فيروز، يعني اللي بشوف حتى مثلا سماعة حكيم صار في شهرة للأطباء حتى من تعاملهم مع العالم، حتى قديه الطبيب السوري له خبرة وقديه هو ماهر بعمله واختصاصه من خلال أصداء الناس اللي عم تكون اليوم. خلينا نحكي أول شيء، لما ينزل أي حدا تطبيق سماعة حكيم ممكن كيف يستفيد منه، والأصداء اللي عم ترصدوها لهلأ من الناس المراجعة لسماعة حكيم؟ هلأ البداية خليني خبر أنه تطبيق سماعة حكيم مرفوع على جوجل بلاي، إن شاء الله يعني قريباً عم نحاول على الأب ستور، بس إن عندهم مشاكل كونه كورونا. تمام. بس نحن جاهزين لحتى نطلقه على الأب ستور. بصير تنزيله سهل كتير مثل الواتساب مثل أي شيء. صحيح. هلأ المستخدمين للتطبيق على مدار السنة صاروا أكثر من 13,000 مستخدم. بالإضافة أنه الاستشارات اللي عم توصلنا عم تفوق 20,000 استشارة، فبالتالي هي أكثر من عدد المستخدمين. هذا الشيء اللي بيسمح انه نحن نفهم هون المستخدم اول ما يبعث استشاره بالتالي هو كررها لانه قدر يحصل على الفائده اللي هو كان مترجيها من هذا التطبيق. بالحقيقه الاطباء يلي موجودين معنا وفعلا من خلال الكادر يلي عم يتعب لحتى يكون معنا هذا الفريق متكامل بكل التخصصات، فهو عم بيساعد انه الطبيب يقدم هيدي الخدمه بطريقه كثير ممتازه، وفعلا يعني يكون هذا الطبيب اهل لانه هو يساعد الاشخاص اللي هن بحاجه هذه الاستشاره. مثل ما بنذكر هي مجانيه، يعني نحن في يعني في كثير عالم بتقول انه استشاره مجانيه، بتلاقي انه هذه الخدمه ما مفروض تكون كثير مثلا يعني عن جد انه انتم مهتمين فيها للنهايه. لا، نحن بالفعل يعني لحتى تكون بطريقه ممتازه نحن بنقدمها من اطباء مختصين بالشكل المناسب والامثل وتكمل للنهايه. أكيد. بنرجع لك دكتور، بجائحة كورونا يلي الناس يمكن بأمس الحاجة للطبيب بهي الفترة، كيف كان نشاطكم خلال فترة الجائحة؟ مين الأشخاص؟ هل يوجد أشخاص يمكن استفادوا من خدماتكم، من نصائحكم واستشارات طبية معينة؟ بالفعل مثل ما تفضلتي، مع انتشار جائحة كورونا نحن حسينا للأمانة في عنا مسؤولية صارت أكبر. الشيء اللي صار طبعا يعني هو صار استنفار كامل البلد، سواء الجهات الرسميه وحتى احيانا مؤسسات المجتمع المدني، اي جهه معنيه بالشان الطبي بالفعل حاولت تقدم كافه الجهود. بالنسبه لنا حاولنا نقدم استشارات الالكترونيه عن طريق التطبيق للمرضى يلي خاصه بفتره البدايه كانوا بدهم يتاكدوا يا ترى حالتهم هل تستدعي زياره المشفى او ممكن علاجها ومتابعتها بالبيت. الحقيقة هذا الخيار يعني ماله سهل، بيحتاج مسؤولية وخاصة من ناس خارج القطاع الطبي. التطبيق اللي حاول يساوي انه بالفعل الحالات اللي كانت كافية متابعتها بالمنزل بالفعل صرنا عن طريق اطباء الصدرية اللي معنا وكافة الاطباء بالفعل حاولنا نتعاون انه نقدم لهم هي المشورة وهن بالبيت. نعم. هذا الشيء كمان خفف الضغط والعبء على القطاعات الصحية، ونحن كلياتنا بنعرف انه يعني الجائحة بالفعل تحتاج لتعاون الكل، فالاستشارة الإلكترونية وفرت من الجهد، وفرت من زيارات المرضى الكثيرة للمشفى. هذا الشيء يعني حاولنا قدر الإمكان انه نساعد فيه. حقيقة في خدمات تانية كمان حاولنا نأمنها، تأمين أسطوانات الأكسجين بالتعاون مع فريق كمان عقمها، أنا حابب أوجه له هون تحية لأنه بالفعل قدم خدمات كبيرة. كان معنا بأحد الحلقات الصباحية، بنوجه له تحية وعلى الجهد اللي عم يبذلها كمان. صحيح، أكيد. نحن حاولنا نتعاون معه كمان بتأمين الأسطوانات الأكسجين للعالم اللي بالفعل هي بعد يعني بعد ما شخصناها نحن بالتطبيق إنه بحاجة أكسجة، ف
فحاولنا كمان نتواصل معكم لحتى نأمن لهم اسطوانه الاكسجين. حاولنا يعني قدر الامكان هذا الموضوع انه نتساعد فيه، لانه بالفعل يعني ولحد هلا يعني شايفين هلا الموجه كمان موجه ثالثه عم يكون في عدد استشارات كثير كبير لمرضى الصدريه، وكلهم بحاجه راي طبي، انه بالفعل مشوره طبيه انه هل انا حالتي تستدعي زياره المشفى او ما في داعي. كمان في خلط بين اعراض الانفلونزا واعراض الكورونا، لهلا العالم عم تخاف، يعني كمان دوركم كثير مهم بهذا الشيء، وخاصه مثل ما قلنا عم بيكون المريض هو طبيب نفسه، اخذ جاري مثلا دواء ما بدنا نحكي اسماء تجاريه انا ممكن يفيدني او لا، فعم تزيد حالته السوء بالتالي اذا ما راح عند الطبيب المختص. صحيح. اذا فيني اضيف على هذا الموضوع يعني هلا لحتى تعرف الاشخاص يلي هي عم تسمعنا وقت اللي بده يدخلوا على التطبيق وحاسين فعلا انه في اعراض عم يشكوا منها قريبه للكورونا، فيحطوا على المتابعه الصحيه. المتابعه الصحيه هون في دكتور رح يتابع معهم للنهايه من بدايه ما بلشت معهم الاعراد لحتى ان شاء الله يتم الشفاء، يعني انه مع الادويه وحرارته اكيد حرارته اكسجته كل الامور لحتى تنتهي، فانه بس يفوت على التخصص الطبيب المتابعه الصحيه. نعم فيروزه، يعني يمكن كل بدايه عمل او بدايه جهد اكيد في عدد من المعوقات بتخلق بدرب هذا الشغل، لكن انتم ما شاء الله يعني تخطيتوها تقريبا. في معوقات ثانيه مثلا عم تواجهوها، صعوبات معينه لانتشار سماعه حكيم، خاصه مثل ما قلنا نحن بظروف اقتصاديه شوي صعبه، انتم عم تخففوا عبء اضافه الى نشر وعي بالنسبه ل حتى صله الوصل بين الطبيب والمريض. هلا بالحقيقه خليني اقول اول لحتى العالم تعرف انه مثل هيك تطبيق بالحقيقه ضخم، فهو بحاجه انه يكون في شركات او وكالات عم تساعد لحتى يوصل لكل العالم. فاحنا ببوكاله ابستاند اللي هي المسوقه الكترونيا لهذا التطبيق، في فريق متكامل جدا عم بيساعد لحتى يوصل، بالاضافه لشركات التطوير والبرمجه اللي عم تكمل وتطور بهذا التطبيق. فبس يكون في عنا مثل هيك وكالات او شركات هي بتساعد انه ما تضل الواحد قلقان، يعني ويكون في عنده مشكله انه ممكن يطلع لي معوقات. اكيد يعني اي شيء ممكن، طالما اشياء اونلاين واشياء جديده على البلد ممكن يصير في معوقات، بس نشكر عليه لحد اللحظه يعني نحن قدرانين انه نمشي فيه، نشكر الله. اكيد نحن كثير مبسوطين انه كنتوا معنا لليوم. سمعت حكيم هذا التطبيق يمكن اللي ما نو جديد، خلينا نقول سنه مر على ظهور هذا التطبيق، نتمنى له الاستمرارية دائما والنجاح، يلي فعلا خفف عبء كتير كبير على الناس اللي هنا اليوم بأمس الحاجة لمساعدة لنصيحة لاستشارة بظل هاي الظروف الصعبة. فشكرا كتير لكم، تحيتنا لكل الفريق طبعا. شكرا كتير لاستضافتكم كتير حلوة. شكرا. أنا بريد بالحقيقة أني أشكر كل الأشخاص يلي هي عم تتعب لهذا المشروع بالفعل، يعني من أصغر قطاع لأكبرهم، فبالحقيقة يعني في لهم جهود كتير جبارة عم تنعمل، وشكرا كتير لاستضافتكم. نحن فخورين أنه يكون عنا هيك تطبيقات يعني إلى مهمة إنسانية وتخصصية أيضا. نتشكركم كتير ونتمنى أنه ينتشر أكثر سماعة حكيم ليوصل لكل العالم المستفيدة منه. شكرا لكم. شكرا.